فالحالة الثانية الآن منزلة الصلاة عليه، حتى إنه إن لم يصلى عليه يدفن. ثم نأتي بعد ذلك في الدفن، إذا دفن أصبح في القبر، والقبر لا بد لكل أحد أن يدخله، هذا أمر لا محيد ولا مناص عنه، من مات شهيدا ومن مات غير شهيد. والله عز وجل لما ذكر ابن آدم قال ثم أماته فأقبره، وقال جل وعلا بعثر ما في القبور، فهذا حق. وحتى الكفار يقبرون موتهم، فالقبر لا بد منه، لكن القبر فيه فتنة، فيه ابتلاء، فيه اختبار، ولهذا نحن نستعيذ بالله من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم. لكن هؤلاء الشهداء لا يسألون في قبورهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يسأل الشهداء في قبورهم، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. بارقة السيوف الآن تنوب عنها الطائرات، الدبابات، المدافع، الرشاشات، ما يقع الآن من أصوات النار أوهجها ووهيجها وحرها، كل ذلك يقع مقام بارقة السيف. ومع ذلك هذا الجندي مرابط، محتسب، متقدم غير متأخر، حتى يثبت أو أن يقتل. فإذا قتل بذلك والحال كذلك، قتل شهيدا، فإذا وري في قبره والله أعلم بنيته، والله أعلم من يقتل في سبيله، فإن هذا الذي وقع وجعله يثبت من أجل إحقاق الحق ورد الباطل الذي أمر الله عز وجل برده، والحق الذي أمر الله بإثباته، فإنه لا يسأل في قبره ولا يفتن ولا يأتيه الملكان، وكفاه بما وقع له وسمع ورأى، مع ثباته على ذلك كفاه بذلك أن يفتن أو يختبر أو يبتلى في قبره، فلا يأتيه الملكان ليسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك. وقد وقع منه ذلك الثبات، قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. فهذه عطية أخرى، منزلة أخرى، ونحن ما زلنا الآن في الدنيا نتحدث عن منزلته قبل البعث والنشور، وهذه من عطايا الله عز وجل للشهداء، ولبيان منزلتهم وآثارهم في الناس. هؤلاء